رفض مجلس النواب السماح ببيع أو تأجير الأراضي في إقليم البتراء للإسرائيليين، في حين سمح للأجانب من مختلف الجنسيات باستئجار هذه الأراضي دون جواز بيعها لهم. جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس اليوم، أقر خلالها القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي لسنة 2015. مزيد من التفاصيل في تقرير رعد بن طريف. جدل نيابي واسع أثارته المادة الخامسة من القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، لا سيما بعد أن طالب عدد من أعضاء المجلس بإضافة نص يحظر بيع الأراضي في مدينة البتراء للإسرائيليين، وهذا ما قرره المجلس فعلا. فقد قرر المجلس وضع نص في القانون يلغي مبدأ بيع الأموال غير المنقولة في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم، بالإضافة إلى تنظيم عملية استئجار الأموال غير المنقولة في البتراء وفق نظام يصدر لهذه الغاية، والنص على عدم بيع أو تأجير الأموال غير المنقولة في إقليم البتراء لحاملي الجنسية الإسرائيلية بناء على مقترح قدمه النائب الدكتور عساف الشوبكي. عندما نتحدث عن الاستثمار نتحدث وكأن الاستثمار واقف على بيع أو تأجير الأراضي في إقليم البتراء، وكأن الاستثمار في بلدنا ناجح تماما. يعني ما حاجتنا لمثل هذا القانون أو هذا مشروع القانون هذا؟ أنا أعتقد أن في ذلك شبهة. اليهود الآن بالنسبة للسياحة يسوقون إقليم البتراء والبتراء على أنها لهم، هذا معروف. كيف لنا أن نتحوط على ألا يصل أعداؤنا إلى تملك الأراضي في الإقليم؟ مشروع القانون هدف وفقا لأسبابه الموجبة إلى تمكين سلطة إقليم البتراء من جذب الاستثمارات وتطبيق الأحكام الخاصة بالمزايا والحوافز داخل المناطق التنموية من خلال ممارسة صلاحيات الاستثمار وهيئة الاستثمار، إضافة إلى تخصيص ربع الإيرادات المتأتية من المزايا والحوافز لسلطة إقليم البتراء وإنشاء محكمة بلدية في السلطة تمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون تشكيل محاكم البلديات والتشريعات ذات العلاقة. وفي موضوع آخر، أقر المجلس القانون المؤقت قانون النقل العام للركاب بعد إجراء بعض التعديلات عليه، حيث نظم القانون مهام وصلاحيات الجهات المختصة والسلطات المحلية وحقوق والتزامات المشغلين المرخص لهم والمستفيدين من الخدمة وآليات التنسيق بين هيئة تنظيم قطاع النقل البري والجهات الأخرى، علاوة على امتيازات مالية لدعم مشغلي وسائط النقل العام وخدمة المستفيدين بهدف النهوض بهذا القطاع.